تفعيل السماح بالإشارة على حسابك الخاص لينكدان اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية السماح بالإشارة على حسابك الخاص لينكدان سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على الصورة المصغرة في الأعلى ثم بعد ذلك سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل هنا كما تروا سوف نأتي إلى الأسفل نقوم بالضغط على الإعدادات بعدها سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات الخاصة هنا ناتي الى العرض نقوم بالضغط على العرض ثم بعدها سوف ياخذنا الى نافذة العرض هنا ناتي الى الاسفل ثم ناتي الى هنا الى الاشارات نقوم بالضغط على الاشارات وبعدها سوف ناتي الى تفعيل السماح بالاشارات في هذه العلامه وهنا اصبحت باللون الاخضر يعني تم تفعيل السماح بالاشارات على حسابك الخاص لينكدان اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله إن شاء الله